طبعا الأهداف الأساسية المنتظرة من هذه عملية الإحصاء هي أولا تحسين والتحديث البيانات الإحصائية عن الهياكل الفلاحية، ثانيا تعداد الثروة الحيوانية والهياكل الخاصة بها على المستوى الوطني، ثالثا إنتاج قواعد بيانات أساسية تستخدم في تحقيقات فلاحية موضوعية، رابعا هي تطوير المؤشرات الفلاحية المدرجة في إطار أهداف التنمية المستدامة. إن شاء الله العملية هذه راح تأخذ 3 شهور ولا 4 شهور، راح تنطلق إن شاء الله في شهر مارس. هذه العملية الإحصائية أساسية لتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء بتزويدها بمعلومات ستنعكس بصفة إيجابية على احتياجات مختلف القطاعات في إطار هذه المنظومة. وكذلك ما يجدر الإشارة إليه أن هذه العملية ستتم باستعمال لوحات إلكترونية الذي يعتبر إسهاماً في عصرنة المنظومة الوطنية للإحصاء،